على هذا الحضور الجميل ولقطات الإعادة وملخص شوطنا الخامس للحيل العام الذي أبدعت به مناورة. إذن متابعينا الأعزاء انطلاقاتنا تستمر وشوطنا القادم اللي هو السادس للزمول ومسافة 8 كيلومترات حاضرة متابعة متواجدة معنا في هذا الشوط وبالفعل شوط الختام. ليتواصل وإياكم الزميل حاتم بن مشاري الشمري واصفا معلقا على هذا الشوط. شكرا رائد الضيوف وشكرا لكافة المعلقين الذين سبقوني بالتعليق. إذا متابعين الكرام مشاهدين الأفاضل أحييكم من جديد في الفترة الصباحية ضمن هذه الانطلاقات المتواصلة والمستمرة في هذا المهرجان الكبير ألا وهو مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. أشواطنا مستمرة في الفترة الصباحية ضمن انطلاقات الحيل والزمول والمسافات الطويلة ألا وهي 8 كيلومترات هي رحلتي هذه الأسماء والشعارات المتواجدة والحاضرة في هذا الصباح. إذن متابعين الكرام انطلق الشوط السادس المخصص للزمول وال8 كيلومترات هي رحلتي هذه الأسماء والشعارات المتواجدة والحاضرة في رحلة للزمول. فحول المستقبل تتقدم في هذه اللحظات لتنطلق لتتنافس في منافسة دائرة ما بين هذه الأسماء المتواجدة والحاضرة في هذا الشوط لكي نتابع ونراقب مجريات هذا الشوط ونتعرف على الخمسة المراكز الأولى المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع صايب على الصدارة. يتقدم صايب مع أول الأسماء أول الشعارات المتقدمة في هذه اللحظات، شعار محمد بن صالح بن حمد القمر النابت يتواجد ليقدم لنا صايب على المركز الأول. يتقدم بكل قوة ليتواجد ليحضر مع الصدارة مع المركز الأول. يتقدم بشعاره وب انطلاقه المتميز والكبير. المركز الثاني الحاضر بالمركز الثاني والمتواجد بشعار يتقدم هنا شعار حزام بن زيد بن محمد بن محسن بن ديله يتقدم ليقدم لنا كفو على المركز الثاني. يتقدم بن ديله يتواجد بن ديله ينطلق مع المركز الثانية يتقدم بكفو في هذه اللحظات يتواجد بكل قوة يستمر مع كفو مع المركز الثاني. المركز الثالث الحاضر والمتقدم المتقدم والمنطلق على المركز الثالث شعار المتحد بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري ولكن الأسماء ولكن الشعارات القادمة في هذه اللحظات. يتقدم الفهد وشعار البنا وشعار الصداوية يتقدم حمد بن علي بن جابر البنا المري يتقدم يتسلل لينطلق مع الفهد مع المركز الثاني. المركز الثالث وشعار الفلاح يتواجد يتقدم بن دري ليتقدم هنا سعيد بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدم لنا مضياف القادم مع الجانب الأيمن. يتقدم دم ضياف يتسلل نحو المركز الثاني بينما المركز الرابع
المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات لينطلق علي بن سالم بن علي المري يتقدم بحلوان على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس يتقدم صايب وانطلاقات هذا الشعار واندفاعات صايب محمد بن صالح بن حمد القمر النابت يتواجد يتقدم مع صايب مع المركز الرابع بالفعل. بينما المركز الخامس القادم في هذه اللحظات والمتقدم في هذه اللحظات المريخي وتقدم هذا الشعار يتقدم خميس بن محمد بن خميس المريخي يتواجد ليقدم لنا رمز على المركز الخامس. يتواجد المريخي مع الخمسة المراكز الأولى. نرى الأسماء المتقاربة لكي نستكمل هذا النداء لكي نرى المركز السادس. يتقدم العجمي ليقدم لنا جبار نايف بن علي العجمي يتواجد مع المركز السادس. المركز السابع وحاملا للرقم سبعة يتقدم راشد بن عايض بن جار الله الجهني يتقدم بفزاع على المركز السابع يتقدم بكل قوة. المركز الثامن وشعار عزام بن ناصر بن رضا زيد الشريف يتواجد مع المركز الثامن ليقدم لنا الكايد وتقدم هذا الشعار. يتقدمون أبناء ميدان الطائف ليتقدمون مع الكايد عزام بن ناصر بن رضا زيد الشريف. بينما المركز التاسع القادم في هذه اللحظات أحمد بن محمد المرحبي يتقدم مع فهد يتقدم مع الفهد. نعم بينما المركز التاسع يتقدم لينطلق مع المركز التاسع. أرى الرقم محجوب من قبل الأسماء المشاركة والقادمة. والمركز العاشر يتواجد شعار بن ديلة ليتقدم مع كفو مع المركز العاشر. عشرة أسماء رابحة بإذن الله من المركز الأول وحتى المركز العاشر. نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح منه يا رب العالمين في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. رصدت هذه الجوائز القيمة المليونية الذي نراها ونتابعها في هذا المهرجان الكبير. نتابع شعار البنا مع المركز الأول يتقدم مع الصدارة. يقود هذه الأسماء المتقدمة والحاضرة والمشاركة والمتواجدة في هذا الشوط. نتمنى للجميع يا أخوان التوفيق من الله سبحانه وتعالى. العودة إلى مجريات هذا الشوط وشعار البنا الذي وضع بصمة الصداوية بالأيام الماضية في هذا المهرجان. يتواجد يتقدم يستمر مع الصدارة ليقدم لنا شعار مع المركز الأول وانطلاقات حمد بن علي بن جابر البنا المري يتواجد مع الفهد مع المركز الأول. شعار بن قمرة يتقدم مع المركز الثاني. يعود صايب إلى الصدارة يتقدم مع البداية يعود إلى المركز الأول وانطلاقات هذا الشعار. محمد بن صالح بن حمد القمر النابت يعود مع البداية ليتقدم مع صايب مع المركز الأول ليتقدم بكل قوة قادما من ميدان الشحانية من ميدان التحدي من دولة قطر الشقيقة. فأهلا ومرحبا
مرحبا بالجميع. يتقدم صايب، يتقدم مع المركز الاول، يتقدم بكل قوة، يتواجد بالكادر العلوي كما تشاهدون. هذا الانطلاق المتميز والانطلاق الرائع من هذا الشعار ومن هذا الاسم ومن هذا الانطلاق الكبير. صايب مع المركز الاول، صايب مع الصدارة في شوط من اشواط الزمول وهدير الزمول وفحول المستقبل الذين يتقدمون ينطلقون يواصلون بهذا الانطلاق. صايب على الصدارة، صايب على المركز الاول، يتقدم بشعار القمرة مع الصدارة الاولى، يتقدم مع البداية ليتقدم محمد بن صالح بن حمد. القمرة النابت بينما البنا وشعار الفهد على المركز الثاني، حمد بن علي بن جابر البنا المري يتواجد مع المركز الثاني. متعة الزمول بدأت من هذه اللحظة، بدأت من هذه الأسماء، بدأت من هذا الموقف، بدأت من هذه الكوكبة، بدأت من بعد هذا الاجتماع. الأخوي الكبير الشاعر قمة على قمة وذوقوا قمة. يتقدم الفلاحي، يتقدم الفلاحي وشعار بن دري السعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. يتقدم مضياف مع المركز الثاني بينما العودة إلى صايب، صايب مع الصدارة، صايب مع المركز الأول وشعاري النابت مع الصدارة مع لوحة الكيلومتر الأخير، لوحة الكيلومتر الخطير الذي يفصلنا عن النوماز وعن الانتصار الغالي والثمين. صايب مع المركز الأول، الفلاحي مع المركز الثاني، القادم ايضا مع المركز الثالث المري يتواجد. والقادم في هذه اللحظات محمد بن نابت بن محمد العامري يتقدم نبهان، ولكن اتحرك صايب، غادر صايب، انطلق صايب مع المركز الاول، حلق صايب مع الصدارة، ولكن العامري خطير بن خيل العامري القادم مع المركز الثاني. نبهان وصايب، صايب صايب صايب، صوب الهدف وغادر، ولكن بن خيل العامري العامري القادم بنبهان. نبهان وصايب، صايب ونبهان، نبهان وشعار بن خيل العامري يتواجد. محمد بن نابت بن محمد بن خيل العامري ذهب بالسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. شعار العامري يتواجد مع نبهان. إذا تهانينا وألف مبروك لمالك نبهان محمد بن نابت بن محمد بن خيله العامري من تواجد مع المركز الأول. المركز الثاني صايب، محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت تواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري مع المتحد. المركز الرابع، المركز الرابع وشعار هنا نتابع الرابع والخامس بالإعادة، إفادة للخمسة المراكز الأولى. نبهان وشعار محمد بن نابت بن محمد بن خيلة العامري. 13 دقيقة 14 ثانية 44 جزءا من الثانية. المركز الثاني صايب، هنا توقيت صايب، 13 دقيقة 15 ثانية 32 جزءا من الثانية بشعار محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت من حقق المركز الثاني. المركز الثالث بشعار بكيت بن محمد
بين بكيت الجربوعي المري مع المتحد وتوقيت المتحد 13 دقيقة 18 ثانية 70 جزءا من الثانية. المركز الرابع مختار عبد الواحد بن خزع بالعثة العامري. المركز الخامس كفو حسام بن زيد بن محمد بن محسن بن ديلة. هكذا نتيجة الشوط الماضي. إذا انتهى نينا والف مبروك لمالك نبهان محمد بن نابت بن محمد بن خيلة العامري من حقق الفوز والانتصار. إذا المتابعين الكرام مسك الختام كان مع نبهان، نلتقي بكم بإذن الله تعالى بالفترة المسائية، دمتم بخير.